بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، أنا مش دايما مربوط بمسألة الإيمج للكونتينرز في السلايدز بتاعي، يعني إحنا يمكن نكون حطينا الإيمج بس على سبيل التمثيل، بس أنا ممكن أحط أي حاجة تانية. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ممكن تتحط، أنا ممكن أحط ديف، تمام، والديف دايت أنا أحط فيه الكونتنت اللي أنا عايزه، وممكن أفصله كمان لأكتر من شيء. يعني في الديفيجن ده مثلا نحاول ندرج اتش 3، ومثلا اسم الباراجراف هنجيبه جاهز من لورين ايبسون، مثلا نشتغل نكتب فيه كلمة تايتل، واسم البي ده هنروح نجيبه من لورين ايبسون، مثلا اي حاجة عدد قليل، مثلا 100 كلمة كويسة. نبتدي ندرجهم شوال بي. ده من باب التنظيم. ولو انا مثلا عملت كنترول اس ورحت شفت على اول لاير بتاعي الاقي فيها القصه دي، طبعا اللايرز التانيه ما فيهاش اي كونتنت، اول لاير بس هي اللي فيها الكونتنت ده. وماشي، لو حبينا نحط ستايلات جميله شويه مثلا ممكن ندي لكلاس الجميل اللي هو كان خاص بتوسيط الكونتنت، تكست هايفن سنتر، عايز ارسم الكونتنت بتاعي في منتصف الصفحه. الأمر الأجمل كمان أنا ممكن أشتغل على ستايلات أونلاين في الجانب ده، لو أنا كنت عايز أعمل سنس أوف ديفرنس ما بين العناصر المختلفة، أحددها مثلا باك جراوند، نشتغل على عنصر زي كلر ولون، لون والمفروض أخلي العنصر الأول جولد ذهبي شوية. ماشي، هعمل كنترول اس قبل ما أنسخ الكونتنت بتاعي أتأكد إن هو شغال. ماشي، كل شيء شغال، الأسهم شغالة، البوليت شغال، العنوان في المنتصف، والكلام تقريبا واخد الاينمنت على الناحية الشمال، كل شيء متظبط. اوكي، كده انا جاهز اني اطبق الكلام ده على الكونتنت، على بقية الكونتنت بتاعي. اوكي، ال اي في فتحة ال اي التانية ابتدي احط العناصر دي، نفس السيناريو، نفس السيناريو في اخر واحدة، مثلا هغير القيم بتاعت الالوان المرة دي، اخليها اكوا، ماجنتا، جولد، مثلا نخليها جرين على سبيل التمثيل مش اكتر، وكل شيء معايا ثابت يعني. بس ريفرش، ادي الجولد، تانية دي اختار، التالت دي يكون تقريبا ماجنتا، فيها مشكلة حرف الام، ام فور ماجنتا، كده الماجنتا تقريبا كانت التالتة على ما اظن. كده المسألة اتحلت. ده كان جانب من ضمن الجانب، انت ممكن تحط أي حاجة في السلايد، في الأوربت بتاعك، مش شرط يعني تحط صورة، أي شيء ممكن يساعد طالما هو موجود في كونتينر واحد. يعني أفضل لو أنت ناوي تحط تايتل وشوية حاجات تانية كده، حطهم جوه ديفيجن واحد عشان يبقى الكنترول، والديفيجن ده يبقى محكوم بحدود السلايد ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.